من طبيب إلى صحفي، أرعب الجميع بتصريحاته، انتشرت في كل مكان، يستعرض عضلاته، وظهر في مسلسل سيمبسون الأمريكي الشهير بابتسامة ساحرة اكتسب تعاطف الجميع. من يكون هذا الصحفي وما السر وراء كل هذا؟ قبل أن نبدأ ندعوك لدعم المقطع بإعجاب. طبعاً في ناس طبعاً يقول لك مش مشكلة بره، لا بره مهم. راجل عمل معهم فوق الصح بزيادة، خلاهم يقولوا كل الحقيقة بلسانهم، تمام، ووصل للعالم الغربي الصورة كاملة بالطريقة اللي العالم الغربي هيفهمها. كاتب ومنتج وطبيب جراح من مواليد مارس 1974، تزوج من فتاة فلسطينية من أصول مصرية والتي تدعى هالة دياب، ترك مجال الطب ليدخل عالم الصحافة. انطلق في برنامجه الإخباري الساخر في سنة 2011، وسخر من العديد من الممثلين المصريين ليغادر إلى أمريكا، أين تم اختياره من طرف مجلة تايم كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم. يعتبر باسم يوسف من الصحفيين الذين استخدموا صوتهم ووسائل الإعلام للتعبير عن آرائه والتعليق على الأحداث الجارية. برامجه تميزت بالجرأة والفكاهة، وكان له تأثير كبير على المشهد الإعلامي في مصر. يوسف يمثل مثالاً على الصحفيين الذين يسعون لتوجيه الضوء على قضايا هامة والتفكير خارج الصندوق من خلال وسائل الإعلام والترفيه. وما فعله مع الصحفي الأمريكي يوم أمس أفضل دليل على ذلك، فشكراً لهذا الصحفي الذي اكتسب تعاطف الجميع.